يا عمرو دبيكي، اهلا اهلا. اتفضل. تالي جا انا جاب هنا. ايه ادابك هنا؟ او خليك براحتك، احنا جايين بالتفاهم. مفيش تفاهم. لا نبوت قصاد نبوت. هموتك وانت شوف ده هو 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 ده جايين يا ولد عمي في حاجة. يعني زي مشروع، يعني تتقبل عن المشروع ده؟ مش بقبل من حريم. الحريم مش انا. انت كده هتخوفني يعني؟ ايوه. غور من هنا. لا مش هغور. اي حد تلقاني يا جدعان المحل ببقك بيتخانق. ايه يا واد انت جاي تتخانق هنا؟ ارمي يا ابني النبوت. خالد محدش قال لك ان الرمله دي بطل؟ وانت زي اللي هو انا هو البطل. انت جاي تعمل ايه؟ هو البطل هو انا. يعني انت عايز تسيطر على الحته دي؟ ايوه انا مسيطر عليها دايما. عايز بس يا ول. اه قد بدأنا العراق. حط على عاد انا ما عنديش تفاهم. انا جايلك بالكتل. خذوه. الله غور.